السلام عليكم اخواتي، ياتي كيراكم دايرين؟ نهاركم مبروك، ان شاء الله تكونوا بخير. كما راكم تشوفوا اليوم غادي ندير لكم المطلوع. غادي ندير مطلوعات صغار، دي ميني مطلوع، وصفه شابه رمضان، يجي خفيف ويجي كيقطن. تبعوا معايا ان شاء الله يعجبكم، تبعوا معايا المقادير. شو غادي ندير هنا؟ الشيلات عندي، غادي ندير لكم بالكيله. عندي هنايا كيله سميد، السميد يكون داك الرطب باش يجيكم شباب. عندي الفرينة هنايا، ندير تشكيلة تاع الفرينة. تشكيلات فرينة هنا كإضافة. هنا اللي ما عندهش ما يديرش. غادي ندير هنايا مغرف الاولى والمغرفة الثانية. هنايا غادي ندير حليب غبرة ولا لحظة، درت زوج مغارف لحظة. اللي ما عندهش ما يديرش نورمال، بصح هذه اللحظة تعطيها واحد واحد الخفة، ما نقول ما تأمنوش. هنا غادي ندير شوية سانوش، ما عارفين المطلع تاع رمضان اللي كيجي في ديك البنة تاع السانوش، يجي بنين بزاف. هنايا عندي مغرف سكر، مغرف سكر والخميرة، غرفة خميرة، غرفة معمرة تاع الخبز. هذا مكان نخلط كل شيء. دوك الملح من بعد نديره. هنا دروك مع هذيك الكيله اللي عبرت بها، غادي نسيل، نديروا الماء دافي. غادي ندير الكيله الاولى ونزيد الملح. الملح كما نقولوا نص مغرف تاع ماكله تاع الملح. انا توجور ندير بيدي، نحس نحس كما نقول بالعشي، نعرف موالفه نخدم كما هكا عيني هي ميزاني. هنا درت الكيله الاولى مازال ما تلمليش. هنا زدت كيله زاوجه، دوك نديرها غير بشويه هكا. هنا اللي عندها قصعه دير في القصعه خير، القصعة تي كبيرة وتجيني شوية ما عارفين بوطاجي ما تغبني، بس ان شاء الله نعول نشري وحدة صغيرة على حساب كيما نقولو على حساب البوطاجي تاعي. صاي دروك هنا، هذا هو، شوفوا هنا دروك هنا ما نخربش فيها. ها شوف، شوفونا هذيك الكيلة بقالي منها، بقالي واحد الربع تاع الماء. صاي دروك ما نخربش فيها، نغطيها غير كيما هاكا ونخليها، خاطر غادي نزيد ندير لها واحد الاضافات. تبعوا معايا الشيرات، دوك نغطيها مليح. هاكا دوك نغطيها كيما هاكا، نخليها تريح غير واحد شويه بلا ما غسلت يدي، وغادي براسيت من البلون دو طرافاي تاعي ونرجع لها. هنا دروك شوفوا، هنا بعد ما ريحت واحد كيما نقولوا 10 دقائق، شوفوا هنا كي راهي. هنا دروك نبدا نشمخ في يدي كيما نقولو، نبدا نرطب فيها هاكا، ندير غير واحد شويه تاع الماء كيما هاكا هاكا غير هاكا. كيما قلتلكم ولا عندها الوساء، انا غير باش راني نصوركم، كي عندها الوساء دير هاكا قصعة خير. ها شوفو هنايا هاكا، نزيد الماء عشان ما غير يدي كيما هاكا، نقعد لنا هكا واحد ثلاث مرات، وانا نخدم العجينه غير كيما هاك حتى ترطاب لي ديك العجينه. غادي نسيي نديرها هنايا في البوطاجي، نعجنها شويه هاك. شتي كي نقول لكم ما كاش كيما القصعه، شتو هنا كنبلك فيها غير واحد شويه باش ترطاب العجينه. ديري هكا شويه، دوك ندلكها شويه. صاي دروك غادي نرجعها هنايا ونخليها، نغطيها خليها تزيد تريح شويه ونرجع لها.
اخواتاتي دروك هنا العجينه تاعي بعد ما ريحت تالي ها هما كما قلت لكم الاضافات اللي غادي نزيدهم لهذا المطلوب باش يجي خفيف خفيف الشيرات يجي روعه روعه الشيرات هذا المطلوب. هنايا اش غادي ندير؟ عندي زوج مغارف تاع الماء هنا خواتاتي. هنايا كما قلت لكم هذه الاضافات اللي غادي نزيدهم لهذا المطلوب باش يعطيه خفه يجي خفيف وشباب ويجي كما نقولوا متقم من الداخل. اش غادي ندير فيها؟ عندي هنايا نقدب هكا غرفيه صغيره عندي زوج مغارف تاع الماء زوج مغارف ماء دافي ندير معاهم داك المغرف خل ما عارفين الخل راهم يديروه المخبوزات هذا باش حتى يجي شباب وخفيف. هنا نحوسو غير حاجه خفيفه. عندي هنايا باكي خميره ما غاديش نديرها كاع غادي ندير غير نصه هكا كما نقولوا نصه بس كما نقولوا مغرف تاع قهوه معمر غايه الغايه. شوفوا هنا كي تفاعلت هكا راكم تشوفوا هنايا الخل مع الخل لاليفيو راكم عارفين. هنا نرجع للعجين تاعي هذاك نشوفوه كي راه داير. شوفوا هنا الشيرات كي راه خمر شويه. شوفوا هنا درك نعاود نديكازيه وندير له كاع هذا الخليط هذا تاع الماء والخل كاع نفرغها عليه كيما هكا وندخله فيه هكا ونبدا ندلك هكا ندخله مليح مليح مليح. صافي دخلت كلشي. هنا اش غادي نزيد؟ هنا الشيرات دروك هنا عندي الزيت غادي ندير واحد لاقيس زوج مغارف تاع الزيت هكا زوج مغارف تاع الزيت نعاود ندخلهم هكا ندخلهم كاع في ديك العجينه هكا ندربها هكا مليح ندخل كاع داك الزيت هكا. هاكا شوفو هنا كي راهي مساء راهي رطبة. شوفو سمحولي على هاد الحس الخليط راني نخبط فيها هنايا صاي هنا في المرحلة صاي دروك ما نزيد لها والو نغطيها نخليها تخمر غاية الغاية باش يجيني يجي المطلوع خفيف خفيف شباب تجي كي قطن هاكا صاي دروك نغطيها دروك ما ندورش بها نخليها تخمر هي تخمر مليح مليح ونبدا نقطع دروك في الخبيزات تاعي. شوفوا خواتاتي كي ضافت العجين تاعي شوفوا هنا كي ولات خمرت غايه الغايه. شوفوا هنا كي راهي طريه هنا دوك نعاود نديكازيها شوفوا هنا هنا كاع ديكازيتها دروك نبدا نقطع في الخبيزات تاعي الصغار نغطيهم هذوك لي ميني مطلوع. هنا اش غادي ندير؟ عندي الفرينه غادي نخلط السميد والفرينه ندير شويه سميد سميد داك الرطب ندير الفرينه اكثر من السميد هاكا هاكا اي واحد شويه هاكا من الفوق نخلطهم مليح هاكا دروك نجيب شويه تاع الماء دروك نبدا ندير في الماء بيدي غير هكا شنخ هكا ونقطع دوك الخبيزات تاعي هكا هكا غادي نديرهم انا صغيرين كيما هكا كيما نقولو على حساب بالب وزوهم هكا ديرو 100 غرام ولا 120 120 غرام هكا تجي خبيزه صغيره. انا بغيت ندير غير خبيزات صغار كيما هكا يجوا شابين هكا في الطابله هكا ديرهم في السله تاع الخبز يجوا شابين كيما نقولوا كل واحد يدي خبزه تاعه هكا اللي ما تعرفش عينها ميزانها توزن تحط الميزان وتبدا دوز دير 120 غرام ولا تبغي تكبر كل وحده والحجم اللي تبغيه خاطرش راكم عارفين غادي نزيد نرققهم ونقرصهم مليح باش ما يجوناش خشان هاك شوفو نكملهم كاع هنا صاي خواتاتي دروك نحطهم هنايا نبدا نقرص في الخبيزات تاعي راني موجده ديك السلبيته اللي نحط فيها المطلوب سبيسيال تاع المطلوب
انا بديت بهذه الاولى ونبدا نقرصها هكا. لفيت هذاك السميد والفرينه ودتركوها هكا وقلبوا الخطرة، قرصوها هكا وقلبوها على الجهه الزوجه كيما هكا. هنايا مع تزيد الطيب دوك تكبل، هنايا رققتها شويه باش ما تجينيش غليظه من الداخل بزاف. هاكا شوفوا هنايا، شوفوا هنا السمكه تاعها، نديها لقيتها الكتان تاع المطلوب، نزيدو واحد نزيدو وحده ثاني. هنا بدو في الاولى كاع لي قرصتوها الاولى والزاوجه حتى لي تلحقو الحبه الاخيره. هاكا دوك نقرصها الشيرات كاع ونرجعكم ان شاء الله. هنا دروك شنو غادي ندير الشيرة، دوك نغطيه ونخليه يخمر وباش باش نطيبه. شوفوا هنا ديجا راه بدا يخمر، وما تنسوش بلي راه فيه الخميرة تاع الكاطو. هنا صاي خواتاتي شوفوا المطلوب تاعي راه خمر، ما غاديش نخليه يخمر بزاف كما نقولوا، تخلوها باش ما يخسر لكمش. شوفوا هنايا دوك راني حاطه الطاجين تاعي راه يخمر راه يحمى. انا غادي نطيبه على هذا الطاجين تاع الطين، راني حاطه هذا متوسط ماشي كبير بزاف، راني دايرته في الكوزينيير يحمى. هنا راني زايدت له النار، دوك كي نبدا نطيب نقص له باش ما تنحرقليش. ما عارفين الكوزينيير ماشي كيما الريشو، انا طيبت فيه البارح، درت قلت لكم البارح درت هذا المطلوع جا شباب بزاف، قلت نعاودها اليوم نصوره معكم. البارح ما صورتهاش، اليوم صورتها لكم. شوفو نقص وحده، هنا شوفو هنا خواتاتي كي راح يطلع غدي في هاذوك كيما نقولو، هنا غير بشويه كيغدو هاكا، تقبوها بالكيغدو باش تخرج داك الهواء. هنا دروك نقلبها، شوفو هنا شيرة الطاجين حمالي بزاف بزاف، معليش دوك نحرز روحي، دوك لخرى نقص له. البارح ثاني دار لي كيما هكا، خاطش هذا الطاجين جديد ويبغي الريشو، راكم عارفين هذا المطلوع هذا الطواجين تاع الطين يبغوا الريشو، وانا الريشو خسر لي هكا. دوك معليش دوك نقصت لها صاي دروكي، الاولى توجور كيما هكا، البارح ثاني دارت لي كيما هكا، بصح دوك نبدا نطيبه صاي درت له العبر تاعها، راني نقصتها في النار هكا. شوف هنايا، هنا شوفوا خواتاتي راني قلبتها هنايا، شوفوا هنايا كي راهي طيب، انا راني نقصت لها للنار. شوفوا هنايا كيما حرقتليش، قدبت لها كيما نقولوا العبر تاعها تاع النار، نار متوسطة. نزيد الخبزة الثانية، هادي راهي طابت، شوفوا هنا الشيرات كي راهي حمرا. دوك هنا نحوشيها، ما عارفين نديرها، نوقفها غير هنايا ونخليها طيب على دوك الحواشي. دوك نطيب هاد المطلوعة ثاني، نزيد نكمل كاع دوك المطلوعات كيما راكم تشوفوا، وتشوفوا معايا إن شاء الله من بعد واجد. صافي خواتاتي المطلوع تاعي راه وجد، راه طاب. شوفوا هنا كي جا، شوفوا هنا شحال جات من الخبزه، شوفوا جا خفيف خفيف، الشيلات جا جا كي القطن من الداخل. شوفوا هنا كي جا شباب، درت هكا مطلوعات صغار هكا، راكم عارفين هذا دروك ولادنا غيبغوا كي يخرجوا من بعد كي يجوا عارفين يجوا عندهم دي ساندويتش خير هكا، انا جو بريفير نديرهم كيما هكا حتى ملي ندير مطلوعه كبيره كما قال لك سهلت عليكم. اللي ما تعرفش مبتدئه دير مطلوعات صغار هكا، ما يغبنوهاش في الفود. هذا هو المطلوع تاعي تاع اليوم، شوفوا واش كاين نفس ما كنتو تشوفوه. نقسمو خبزه سورتو كي ديرو الشيرة تاع داك الطاجين تاع الطين تاع كيجي المطلوع تاعه يجي طايب كي القرموط كيما نقول. شوفوا هنا الشيرة كيش، شوف شتو هنايا راه يبان خفيف بزاف، شوفوا من الداخل. جربوه شي لا تردوا لي خبر هذا المطلوع، انا عارفه غادي ديرو. شوفوا الخفه تاعه جا خفيف خفيف بزاف، ما قلت لكم السر تاعه ديروا له هذيك، زيدوا له هذيك شويه تاع لا ليفور، وديروا له المغرف تاع الخل هي اللي تعطي له داك الخفه. المره الجايه ان شاء الله شيات ندير لكم تاع الفرينه تاني تاع الفرينة، يجي شباب بزاف بزاف. شوفو هنا نزيد نقسم لكم هاكا بيدي، شتو هنايا كي راه خفيف،
في فخاوي هو عشيرات جربوه في هذا رمضان. وهذا هو الشيرات الفيديو تاع اليوم، ان شاء الله نتمنى يكون عجبكم، وما تنساونش بلي جام شيرات وفيديو جاي ان شاء الله. مع السلامه، وصحه فطوركم شيرات.